الحقيقة تبان. مساء الخير وأهلا بحضراتكم معنا في نور 7 أغسطس 2019. كل سنة والجميع يا رب بكل خير بمناسبة صيام القديسة العذراء مريم. دايما يا رب ربنا يرجعوا علينا بكل خير وبكل سلام وفرح على كل مصرنا الحبيبة. طبعا احنا بالمناسبة دي بيسعدنا ان احنا كل يوم نكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة في صلوات نهضة القديسة العذراء مريم، وبالتالي ميعاد في النور هيكون مختلف تماما يوميا، بدل من 8 إلى 10 هيكون من 9 إلى 11 يوميا. اما فيما يخص التهنئة الاخرى برضو الواجبة لكل شعب مصر، كل سنة والجميع بكل خير بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى. كل سنة يا رب والجميع ومصر يا رب في أحسن حال. وبالمناسبة دي كمان هيكون إن شاء الله أجازة من يوم الحد الجاي ليوم الأربع الجاي بالنسبة لبرنامج في النور. أما فيما يخص فقراتنا الحوارية النهاردة فإحنا معنا فقرتين كعادتنا. بالنسبة للفقرة الأولى وبعد فقرتنا الإخبارية مباشرة هنتكلم النهاردة عن المرحلة الرابعة من فلترة بطاقات التموين، حظ غير المستحقين للدعم. والحقيقة في كل مرة في كل مرحلة بيكون فيها فلترة للمستحقين من عدم المستحقين في بطاقات التموين، بيكون في مجموعة كبيرة من التساؤلات. يمكن فيما يخص المعايير اللي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمرحلة الرابعة، في مجموعة من المعايير والشروط، منها أنه ما تكونش السيارة عند أو الأسرة عفوا عندها أكثر من 3 سيارات، وما تكونش الأسرة الواحدة عندها سيارة حديثة موديل 213 أو 2013 فيما فوق. بالنسبة لموديل 2013 طبعا البعض شايف أنه ده ممكن يكون لازم وواجب وضروري، لأن عادة هتكون السيارة طبعا جديدة بكماليات ورفاهية، وبالتالي سعرها بيكون عالي، ومن هنا البعض بيتساءل طب الشخص ده فعلا محتاج بطاقة تموينية ولا لا. لكن الحقيقة بعض من الناس اللي عندهم ملحوظات في موضوع موديل 2013 أن أنا ممكن فعلا أكون حالتي المادية غير ميسورة بالمرة ومحتاجة بطاقة التموين، لكن عندي العربية دي نظرا لأن أنا بشتغل على زي ما حضراتكم عارفين دي مش دعاية يعني أوبر وكريم، بتتطلب سيارات جديدة، وبالتالي أنا كل تحويشة العمر حطيتها ممكن أكون بعت ذهب مراتي واشتريت العربية دي، فهل أنا كده مستحق ولا غير مستحق لبطاقة التموين؟ ده من ضمن التساؤلات. في تساؤلات أخرى برضو بناء على معايير فلترة بطاقات التموين للمرحلة الأخيرة، منها مثلا أنه ما يكونش فيه قيمة مضافة للأسرة 200,000 جنيه فيما أكثر، ومن هنا بنسأل إيه المقصود بالقيمة المضافة للأسرة. طبعا في معايير أخرى فيما يخص إضافة المواليد وفيما يخص العدد لكل بطاقة تموين، خصوصا أن دكتور مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اتكلم على أنه في بطاقة تموين في الشرقية اكتشفوا أن عليها 33 شخص مستفيدين من بطاقة التموين، ولما رجعوا عشان يعرفوا إيه السبب إيه الأسرة الكبيرة بالشكل ده، اتضح طبعا أنه الجد مع الأبناء والأبناء اتجوزوا وبالتالي دخلوا هم وأحفادهم في نفس البطاقة. ومن هنا تحدث الدكتور مصلحي عن ضرورة الفصل الاجتماعي. يعني إيه فصل اجتماعي؟ إن يكون لكل أسرة، مش العيلة بقى الكبيرة ليها بطاقة تموين، لأ لكل أسرة على حدة يكون ليها بطاقة تموينية. ومن هنا برضو ما يخوف البعض، طب أنظم منين لو أنا خرجت من بطاقة والدي وزوجي خرج من بطاقة والده، إن إحنا هيتوافق لنا فيما بعد على بطاقة تموينية أخرى. أما فيما يخص إضافة المواليد فطبعا زي ما حضراتكم برضو سمعتم المعايير واللي هنناقشها النهاردة بالتفصيل، من المفترض أن يكون المواليد هم الأكثر احتياجا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن بطاقة التموين ما تزيدش عن 4 أفراد. طبعا أنا دايما بأطلق على نوعية الفقرات دي نوعية فقرات بناء على رغبة المشاهدين، وبالتالي النهاردة التساؤلات دي احنا هنسألها، لكن بالتأكيد عند حضراتكم المزيد والمزيد من التساؤلات اللي بيساعدنا جدا ان احنا نستقبلها من خلال ارقام تليفوناتنا اللي هتكون معانا طوال فقرتنا الحوارية. اما في ختام فقراتنا النهاردة فان شاء الله برضو هنتناقش مع حضراتكم في موضوع لا يقل اهمية، وهو تاريخ قناة السويس. لو احنا بنتكلم عن قناة السويس هي ابدا ما بترجعش ل 1859 وده لسيبس فقط لغير، صحيح ده في التاريخ الحديث، وطبعا فيما بعد زي ما حضراتكم عارفين قد ايه اغلقت في الحروب وقد ايه تم تأميمها في 56، قد ايه هنا تحديدا انا بقصد بيها قد ايه من التأثيرات، وقد ايه كمان من التأثيرات بعد ما قدرنا من 4 سنين ان احنا نطورها ونضيف اليها قناة السويس الجديدة، كل ده في تاريخ الحديث. لكن كمان لو هنسترجع التاريخ القديم فتخيلوا حضراتكم انه قناة السويس كانت اول
أول قناة من صنع البشر عارفها التاريخ، ودي بترجع لقرون ما قبل الميلاد. يعني احنا لو هنتكلم عن سنوسرت الثالث فرعون مصر حوالي يمكن ل 1800 وكسور قبل الميلاد، فاحنا بنتكلم على قناة حفرها المصريين عبر الأجيال المختلفة، وبالتالي هي مهمة للغاية، مهمة تاريخيا، مهمة اقتصاديا، مهمة كمان في ملاحم الشعب، سواء عن طريق الحفر بأيديهم بجهود الذاتية أو حديثا برضو بالتمويل، لأن طبعا زي ما حكم فاكرين معانا في أيام معدودة إحنا قدرنا نمول القناة الجديدة. إن شاء الله بالنسبة لي فقراتنا فهكون متاح فيها التواصل زي ما حضراتكم دايما بتحبوا وبتطلبوا مننا. أما فيما يخص أخبارنا فهنطلع حضراتكم حالا عليها، لكن قبل ما نذيع على حضراتكم مجموعة من الاستغاثات اللي وصلت لنا بخصوص التبرعات وطلب التبرع بالكلى والكبد كعادتنا دايما. مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم أو موجب، ويكون سن المتبرع من 22 ل 43 سنة. جسم المتبرع يكون متناسق، مش بيعاني المتبرع من أي مرض من الأمراض. أرقام التليفونات المتاحة معنا على الشاشة 010-17-15-686-3 أو 012-8-954-2974. كمان مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم أو، يكون سن المتبرع من 22 ل 42 سنة، وأرقام التليفونات برضو معنا على الشاشة 012-5619-365 أو 012-5735-3596. كمان مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم A موجب، سن المتبرع من 20 ل 45 سنة، الوزن 65 كيلوغرام، طول 170 سنتيمتر، يكون المتبرع مش بيعاني من أي مرض من الأمراض، جسمه متناسق. أرقام التليفونات اللي معانا 012-736-1214 أو 012-765-15028. أما فيما يخص بقية الاستغاثات فأعتقد أن احنا هنتواصل معاهم هاتفيا، لأن طبعا الاسم مكتوب ومكتوب كمان نوعية الاستغاثة هي مش كلى ومش كبد. أول استغاثة معنا بالفعل الأستاذة سالي، أستاذة سالي ولا أستاذ سامي يا جماعة؟ الأستاذ سامي سعد، أهلا بحضرتك معنا يا فندم. استاذ عايده انا مع حضرتك على الهواء، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، كل سنه طيب يا فندم. وحضرتك بكل خير وصحه، اتفضل تحت امرك. يا رب يخليك وكل سته وشعبنا كله بخير، ونهني اخواتنا المسلمين بعيد الاضحى. امين، الكل بخير، اتفضل يا فندم. استغاثه استاذ، انا استغاثتي واستفهامي للمسؤولين عن التامين الصحي. تمام. انا استاذ بقى عندي فشل كلوي وبغسل كلى 3 مرات في الاسبوع، وبعاقب الجلسة على طول باخد حقنتين، حقنة اسمها بيكم والكركنتين. التأمين الصحي ما بيصرفناش العلاج دوت، بينما اللي بيتعالجوا على نفقة الدولة بيصرفوا العلاج دوت. تمام. ألو. طب والوضع حاليا حضرتك؟ طبعا ألف سلامة عليك أولا. نعم يا فندم. بقول ألف سلامة على حضرتك أولا، ثانيا حضرتك دلوقتي بتاخد العلاج إزاي؟ نعم يا فندم. بسأل حضرتك يا أستاذ سامي بعد ما بقول لك ألف مليون سلامة عليك، حضرتك دلوقتي بتاخد العلاج إزاي بعد ما حضرتك طرحت لنا المشكلة الخطيرة دي؟ طبعا الحقن دي بشتريها على حساب 318 في الشهر. نعم يا أستاذ سامي. الحقن دي سعادتك بشتريها على حسابي ب 318 في الشهر. يعني حضرتك دلوقتي مش بتاخدها من التأمين الصحي، لكن في كل مرة بتصرفها بيكون على حسابك الشخصي. ايوه يا فندم، التامين الصحي ما بيصرفش العلاج دوت. طيب هل حضرتك فكرت ان انت تروح علشان تستخرج الخطاب اللي بموجبه ممكن نتعالج على نفقه الدوله، ولا كان في مجموعه من الصعوبات واجهتك؟ انا تامين صحي يا استاذ، انا تامين صحي. ما يعني مش من حقك ان انت تاخد الجواب ده؟ لا مش من حقك تتعالج على نفقه الدوله. هو حضرتك في محافظه ايه يا استاذ سامي؟ سعادتك القاهره. حلوان. القاهره. للاسف القاهره
في ذيل القائمة بتاعت التأمين الصحي، يعني كمان حوالي 12 سنة إن شاء الله عشان يوصل لنا التأمين الصحي الشامل فيها. طبعا أنا بضم صوتي لصوت حضرتك يا أستاذ سامي، لأني عن قرب الحقيقة عارفة مشكلة زراعة الكلى وزراعة الكبد دي، بتتطلب الحقيقة أدوية للمتابعة وأدوية كمان عشان الجسم ما يرفضش الكلى ويفضل شغال بيها سنين طويلة، فبالتالي بتبقى فعلا عبء على المواطن اللي مش مستخرج خطاب للعلاج على نفقة الدولة. وبالتالي أنا بأخاطب وبناشد وزارة الصحة بشكل عام والقائمين على التأمين الصحي بشكل خاص، أنه الأمراض المزمنة طبعا 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 ما نقدرش نتأخر على العلاج، وخصوصا الناس اللي مركبة عضو خارج أو يعني من شخص آخر، فبالتالي احنا محتاجين أن احنا نوفر لهم العلاج علشان ما نرجعش لنقطة الصفر تاني ونبوظ العملية اللي اتعملت بآلاف الجنيهات وما اتعملتش بالسهل. اللي عارف مننا يعني ايه زراعه كبد او زراعه كلى او حتى فص يعني من الكبد، عارف طبعا خطوره العمليه من جهه وضروره المتابعه الدوريه واتخاذ العلاج وضروره برضو الالتزام بالعلاج بعدها. الف سلامه لحضرتك واتمنى يكون صوتك وصل. الاستاذه مريم عبد النور، اهلا بحضرتك معنا يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذه عايده، ازي حضرتك؟ انا بخير، اتمنى تكون بخير يا فندم. حضرتك اتحت الفرصه ان انا اقول مشكله ممكن تكون صغيرة بالنسبة للمجتمعات بسيطة ولكن هي مشكلة كبيرة جدا. اتفضلي تحت أمرك. أنا عندي إبرام، ده ابن أختي، اتولد يوم 11 الساعة 12:30 بالليل، والدكتور اللي ولد مامته قال لي لو الولد تعب ممكن تعرضيه على الدكتور أطفال يعني، أنا شفت له بطريقة معينة وما أقدرش أشوفات له أكتر من كده. فكان يوم الصبح حضرتك وديته الدكتورة، فدكتورة قالت وديه مستشفى العام بتاع الفشل. فأخذت من كلامها ورحت وديت، قالت لي لو في مكان احجزيه. بعدين احنا تواصلنا بالتليفون بينها وبين الدكتور اللي موجود في المستشفى وتم حجز الولد بالفعل. حضرتك معايا؟ احنا سامعين حضرتك كويس، اتفضلي يا استاذة مريم. تمام. وتاني يوم ده كان يوم 12، حجز يوم 12 بالظبط. ثالث يوم اتعمل لي تحاليل في معمل معين، اعتقد ان كمان المعمل ده نفس الدكتوره رجحت ان هو يتعمل فيه كل مره. فطلعت كل صوره الدم ممتازه، صفائح الدمويه بتاعته كانت 210,000، و التحليل اسمه السي ار بي اللي هو ميكروب الدم طلع نيجاتيف، يعني ما فيهوش حاجه. وبعد كام يوم لقيت الولد حالته بتسوء كل مره عن مره، وبدانا نعمل تحليل تاني. فاجئنا ان تحليل السي ار دي طلعت ل 144، ودي تحليل مش عاديه، بالعكس دي تحليل نتيجته عاليه جدا، درجه الصفائح الدمويه نزلت لحد 22. انا بقى قدمت لمديره الحضانه او المسؤوله عن الحضانه نفسها واتكلمت معاها بشخصي، واشتكيت من موضوع مكافحه العدوى اللي موجود جوه الحضانه. الحضانة نفسها كتمريض كممرضين جوه الحضانة مفيش تعقيم كويس، الممرضة بتتعامل مع الطفل معاملة غير آدمية خالص، من غير كأنها مش واخدة حاجة اسمها مكافحة عدوى ولا تعرف شيء عن مكافحة العدوى. بتحط ايديها في الحضانة الطفل وتطلع بنفس الايدين من غير تعقيم لطفل تاني. طبعا ده خطر جدا، والمفروض دي حضانة يعني عينيها مركزة. بصيت حتى لما بعت لها التحاليل فتبعتها وقلت لها حضرتك انا هبعت لك التحاليل لو ما فيش مشكله، هبعت لك التحاليل عشان لو في اي حاجه طلبتها مني انا ما عنديش مانع اعمله. المهم طبعا هي قالت لي ماشي ما فيش مشكله. في يوم انا بعت لها تحليل قبل ما يخرج ابرام من المستشفى يوم 25، يعني هو خرج يوم 26، بعت لها تحليل شافته لحد تاني يوم ما قالتليش ان في صوره الدم في مشكله، وحاولي اعملي حاجه او حتى نقولي ابنك. في يوم اللي انا قابلتها فيه حضرتك بقول لها لو الولد محتاج يتنقل لحضانه افضل نقولي، قالت لي لا احنا عارفين حاله ابرام ومتشخصه وعلاجها هياخد وقت، بس اصبري وقولي يا رب. قلت لها ما فيش مشكله. لما بشتكي من موضوع التمريض اعترضت وزعلت مني وقالت لا التمريض شايف شغله والتمريض عارف بيعمل ايه وما فيش بالك من النقطه ديت، واعترض على ان انا بنتقد شيء جوه الحضانه ونفت اللي انا شفته بعيني. فدي مشكله ادرب اطفال كتير. بعد ما طلعنا احنا ثاني يوم كان في معانا نفس الطفل محجوز مع ابرام، الولد اسمه عبد الرحمن اتوفى ثاني يوم مباشره، كان عنده نفس الميكروب بدرجه اكبر ودمرت كل وظائف جسمه وتوفى.
تمام. طبعا انا بس عايزه حضرتك قبل ما اشكرك يا استاذه مريم تقولي على الهواء اسم المستشفى. المستشفى العام او المستشفى المركزي بالفشل محافظه بني سويف، مركز الفشل بني سويف. تمام. انا بوجه رساله للولد بس حابين قبل ما اشكرك نطمن على الولد، حاليا الولد بخير؟ الحمد لله. قبل ما اشكر ربنا انا حولت الحضانه ثانيه. انا بشكر الدكتور بتاع الحضانه اللي حولنا له، بدا يتحسن ويستجيب للعلاج. بس عايزه اقول لحضرتك بعد ما احنا تعبنا، هو ليه 12 يوم النهارده في الحضانه الثانيه، بس عايزه اقول لحضرتك بسبب التصفيق، التصفيق ده كان ممكن ياخد يوم بالكثير، كلفنا فوق ال 20,000 جنيه. دي نقطة في الحضانات الخاصة، حضرتك ممكن تكوني على علم بأسعار الحضانات الخاصة بره شكلها إيه؟ وغير التعب بتاع الطفل نفسه، يعني الموضوع الفلوس ده شيء طبعا. وتعب الطفل نفسه إن هو يوصل مرحلة الكبد يتضخم ونزيف في الجسم وتورم في الجسم، وكمان الصفرة الكبدية عالية جدا، وهو لسه برضه ولسه تحت العلاج. بس أنا بشكر ربنا إن هو بدأ يتضخم. انتظرته 9 شهور. أنا طبعا بضم صوتي لصوت حضرتك. ألف سلامة لإبرام ابن أخت حضرتك و نداء لوزارة الصحة. احنا دلوقتي عندنا مشكلتين من وزارة الصحة، نمرة واحد الأمراض المزمنة وتحديدا زي ما قال المشاهد الكريم زراعة الكلى وصرف الأدوية اللازمة للمتابعة الأستاذ سامي سعد، نمرة اثنين الأستاذة مريم عبد النور ضرورة العناية بالحضانات، لأن هي بتقول مش بس حالة ابن أختها ده كمان في طفل آخر توفى. طبعا ربنا يعزي أسرته، يعني الأم اللي بتستنى 9 شهور مش بالسهل أبدا إن هي تشوف ابنها يتوفى أو إن حالته تتدهور. ده من جهة. من جهة أخرى في برضو مشاهدة كريمة تواصلت معايا، هي مش حابة إن هي تدخل على الهواء، قالت لي ان والدتها دخلت المستشفى فضلت في الطوارئ الحقيقة يومين والدكاترة مش قادرين يعرفوا يا ترى هي تستحق ان هي تدخل رعاية مركزة ولا ما تدخلش رعاية مركزة. وبالتالي الحقيقة علشان هم خايفين يكونوا في اجازة في العيد مش عايزين ينزلوا، عايزين يقللوا عدد الناس اللي بتدخل الرعاية المركزة، قالوا لا احنا نوديها اوضة عادية. ولما راحت الست اوضة عادية تخيلوا حضراتكم، يعني بتقول لهم تعالوا نغير لها، هي طبعا مش بتقوم، الست في شبه حالة غيبوبة، قالوا لها لا التغيير مش من اختصاصاتنا احنا كتمريض. قالت لهم طيب القسطره اتملت، كيس البول اتمل على الاخر، ده ممكن يرجع تاني للكلى او ممكن ينفجر. فقالوا لها لا لما يجي حد من عمال النظافه هيغير لك. فانا الحقيقه الثلاث حالات دول بقدمهم لوزيره الصحه وبقول لها احنا وصلنا لدرجه ان عامل النظافه هو اللي هيغير للمريضه او عامل النظافه هو اللي هيغير القسطره. اعتقد ان حضرتك ما ترضيش ابدا بكده. هل حضرتك عندك علم بده ولا ما عندكيش علم بده؟ أتمنى يكون الرسالة وصلت، ولو ما وصلتش للوزيرة شخصيا أعتقد أن في كل وزارة لازم يكون في علاقات عامة بتستمع لمثل هذه الشكاوى. في الفقرة الأولى إن شاء الله اللي قلنا لحضراتكم عليها يكون معانا الأستاذ محمد عز الناجي وكيل وزارة التموين بالجيزة، وفي الفقرة الثانية هيكون معنا المؤرخ والدكتور عاصم دسوقي أستاذ التاريخ. أما فيما يخص أولى أخبارنا النهاردة فخبر من الأخبار المفرحة هو خبر خاص بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة. مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة مجمع بيتكون من 9 مصانع على مساحة بتقدر ب 400 فدان. ولما بنتكلم الحقيقة في 9 مصانع يعني احنا بنتكلم في 1500 فرصة عمل مباشرة بخلاف آلاف من فرص العمل الأخرى غير مباشرة. بنتكلم الحقيقة هنا في ذكاء في التعامل، احنا مش بس بنجيب عمالة وبعدين بنشحططها تفضل تسافر من محافظاتها المختلفة للعين السخنة، خصوصا ان هم من شباب الخريجين من 22 محافظة حول الجمهورية. لا احنا عملنا لهم كمان مدينة سكنية، ده نمرة واحد. نمرة اتنين بنشتغل صح، بنصنع وبنسوق في نفس الوقت، عندنا رصيف بحري عشان لو هنقدر كمان ان احنا نصدر، بجانب ان احنا مش بس مستهدفين التصدير. زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا مشروعات زراعيه عديده محتاجه اسمده، وبالتالي احنا بنحقق هنا الاكتفاء الذاتي من الاسمده الفوسفاتيه، لان زي ما حضراتكم يمكن او على الاقل يعني عدد مننا يعرف ان مصر غنيه وعندها مخزون استراتيجي يقدر بمليارات الاطنان من الفوسفات، وبالتالي الفوسفات مصدر للفوسفور، الفوسفور هو العنصر الثاني المهم في حياة النبات وفي نمو النبات. وبالتالي احنا هنا لما كنا بنصدر الفوسفات في مادته الخام كنا بنخسر كتير جدا، فلما بنصنعه بيبقى عندنا 9 مصانع مش بس للفوسفور لكن للأسمدة الفوسفاتية، لكمان الأحماض زي حمض الفوسفوريك، وطبعا زي ما حضراتكم برضو يمكن
مش معظمنا ومش كلنا نعرف، لكن البعض مننا يعرف، خصوصا ان عنده اهل في الريف وفي الاراضي الزراعيه، يعرف ان قلويات الارض عندنا محتاجه احماض، فاحنا بالتالي فعلا عنا على الاكتفاء الذاتي، وده مهم للغايه. ده من جهه، من جهه اخرى مش ده بس او مش ده فقط لغير المجمع اللي احنا بنستهدفه ان شاء الله، بجانب هذا المجمع اللي افتتحناه النهارده بمعايير للجوده والصناعه ومعايير ايضا للبيئه عاليه للغايه، هي معايير عالميه يحتذى بها. احنا في انتظار في الفتره المقبله ان شاء الله 6 مصانع اخرى بيشكلوا مجمع صناعي اخر لما يعرف به الاسمده الازوتيه. اتمنى بس ان انا قلت الاسمده دقيقه، هل هي الاسمده الازوتيه ولا لا، لان طبعا غير متخصصه، انا بنقل بس لحضراتكم ما اطلعت عليه من خبراء الزراعه. خلينا نشوف فيديو عن هذا الافتتاح وهذا الصرح العملاق اللي احنا فعلا فرحنا بيه النهارده بعد الحادث الاليم اللي شهدناه امام معهد الاورام. فمحتاجين فعلا مشروعات تقدر ان هي تضخ دم جديد من فرص العمل من جهه، تضخ دم جديد من الفرحه على عين المستقبل من جهه اخرى. نشوف ونسمع مع حضراتكم ونرجع نكمل أخبارنا. في النور الحقيقة تبان. جهد الدولة وكل الشرفاء من المصريين في القطاع الخاص، وأنا داعم ليهم، وأنا مش بقول الكلام ده دلوقتي بس، أنا قلت الكلام ده في أول لقاء معهم، يلا يلا نبني كلنا مع بعضنا لأجل خطر بلدنا. مرة تانية أنا بشكر كل اللي ساهموا في خروج وإقامة المجمع اللي احنا شايفينه ده، وزي ما قلت لكم برضو في المؤتمر النهاردة، انتم فوجئتوا يمكن، احنا في مشاريع كتير كده خلصت، والمفروض ان احنا نفتتحها عشان اولا نفرح، وعشان نأكد ان احنا الامل اللي الاشرار المخربين المدمرين بيحاولوا يهدوه، لا لا مش هتقدروا، مش هتقدروا، مش عشان احنا جامدين يعني، لا، لان ربنا ما يرضاش بكده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان لعمارة الارض، ما خلقش الانسان لتخريب الارض ولا للافساد ولا للهدم. وبالمناسبة شوفوا يا مصريين، شوفوا يا كل المتابعين، بصوا على الدنيا اللي حوالين مننا، هل في دين بيقام كده؟ هل في دين بيقام كده؟ هل في إصلاح يقام بالهدم؟ أنا قلت الكلام ده مرة ومرات كتيرة، بس التصدي ليه مش الدولة بس، احنا كمجتمع لازم يعني نفهم اولادنا ونوعيهم ونحصنهم ضد الفكر ده. مفيش دول هتطلع قدام ابدا بالهدم، الدول هتطلع قدام اولا بالانضباط والخلق وبالتعليم وبالجهد وبالصبر وبالبناء، لكن مش لا بالقتل ولا بالتخريب ولا بالتدمير. وبقول تاني بس يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بكده، واحنا في طريقنا هنفضل نبني ونعمر طول ما احنا عايشين. شكرا جزيلا. سيد الرئيس، بنستأذن سيادتك يا فندم في جولة تفقدية إذانا بافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة بالعين السخنة. مصر مش أرض احتوتنا ولا جنس يفبطا، لا دي معنى جميل لمسنا، كله حسه كتير وشاف معنى، كل ما شمس تطلع احنا بنعيش اكتشاف. We'll be right back.
نور الحقيقة تبان. اهلا بحضراتكم معانا. وقبل ما نكمل بقيه اخبارنا كمان محتاجين ان احنا نسترسل في الافتتاح الضخم النهارده ونقدم لحضراتكم فيلر في مجموعه من المعلومات عن المكاسب الاقتصاديه المرجوه من مشروع مجمع الاسمده الفوسفاتيه والمركبه. نشوف ونسمع مع حضراتكم. في النور الحقيقه تبان. بعدما استنكرنا مرارا وتكرارا تدخل سافر في بعض الأحيان من عدد من منظمات العمل الأهلي، منظمات حقوق الإنسان حول العالم في الشؤون الداخلية المصرية، خصوصا أن هو الحقيقة مش مجرد تدخل لكن تدخل وأحيانا في عدد كبير من المعلومات الكاذبة. هكمل لحضراتكم الخبر لكن بعد ما نستقبل على الهاتف دكتور خالد منتصر. شرفتنا يا فندم، أهلا بحضرتك معنا. دكتور خالد منتصر مساء الخير يا فندم. الصوت معلش مش واضح، يا ريت بس انا هحاول انا اعلي صوتي قدر المستطاع وكمان زمايلي في الكنترول يساعدوني. اهلا بحضرتك معانا. وطبعا في البدايه خالص ابتعاز يا فندم لينا كلنا ولحضرتك في الشهداء اللي اسفر عنهم الحادث الاليم يوم الاثنين الماضي امام معهد الاورام. ومن هنا ببدا مع حضرتك في اهم ملاحظاتك على هذا الحادث الاليم. بداية بتقدم بالتعازي لكل أسر الضحايا اللي وقعوا يعني في هذا العمل الخسيس. الحقيقة يعني اليوم بتثبت الفاشية الدينية والتيارات لا يمكن تنتمي وتندمج في هذا الشعب. ويمكن الاتجاه هو الاشتات لانها بتثبت الشعب المصري ان التعاز صعب شويه. الشعب بيقول التيار ده تيار الاخوان. أنا بس هستأذن زمايلنا لو أعرف بس الصوت واصل المشاهدين ولا لأ. دكتور خالد لو حضرتك كمان تعلي صوتك أكون شاكرة. لو حضرتك في العربية أنا بس مضطر أن أنا أقولك ممكن نقفل الشبابيك يا فندم. الصوت كده واضح؟ آه كده أوضح، اتفضل. طيب يعني انا ما اعرفش الكلام اللي انا قلته حصل ولا لا، لكن انا بقول لك بتقدم بالتعازي بدايه لكل اهالي الضحايا، ضحايا انفجار وحريق معبد الاورام. وبقول ان يعني هذه الاشلاء وهذه الدماء تثبت كل يوم هذا التيار هذا التيار المبيع الذي لا يمكن ان يمتلك في الشعب المصري يقول لكل دعاة المصالحة لا تخدعوا هذا الشعب بمثل هذه الدعوات. هذا التيار لا يمكن ان يندمج في الشعب. دكتور خالد تعليق حضرتك أولا على تنصل حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين من الحادث، وثانيا ادعاء البعض من المنتمين لجماعة الإخوان أن العربية دي عربية شخص مسيحي فبالتالي يعني مش إحنا اللي فجرنا. والله يعني شوفي هي للأسف كوميديا سوداء، يعني مش مسألة عربية حد مسيحي وحد مسلم وحد. الحقيقة أنا مندهش من حاجة، مندهش من الانتهاج التام إن ده تأكيد على تيار الإخوان.
يعني للاسف. انا بس استاذن حضرتك لو نعلي صوتنا، انا اسف مره ثانيه بس لو نعلي صوتنا كون شكرا. اللي قتل النهراش مين؟ اللي قتل الخزندار مين؟ اللي قتل السادات تلامذه مين؟ خد السلسله لغايه اخرها، حرقت 80 كنيسه مين؟ يعني الاعمال الخسيسه ليست نتيجه عليه تمام. التنصل هيجي يعني هم خسرانين 80% من الشارع. جت حادثة معهد الأورام دي، يعني أي حد حتى زي ما بيقول في البلد كده أتلف حد فقد وتجرد من كل إنسانية، حد اتربى في الغابة يمكن يتصور في يوم من الأيام إن حد يستهدف ناس معهد الأورام أو يعني بيعانوا من هذا المرض الشنيع الحطام. من هنا جت تنصر، لكن الحقيقة ده مش غريب عليه علم. دكتور خالد، هل لحضرتك أي ملاحظات خاص بتعامل وزارة الصحة بعد الحادث الأليم بشكل عام وبشكل خاص أثناء إجلاء بعض من المرضى من معهد الأورام؟ والله شوفي، أنا مش عايز دلوقتي أعلق، يعني يمكن سخونة المسألة وقتها ممكن تخلي الواحد يعني يشتكي من بعض الحاجات السلبية، لكن دلوقتي الحقيقة احنا كلنا عايزين نتكاتف. انا كتبت على التبرعات فورا، بغيري كتب وغيري اتحرك للتبرعات وبرامج. الحقيقة انا عايز حاجة بتاعت التكاتف بتاعت المصريين تيجي وتفضل وتبقى موجودة دايما. عشان كده أنا دلوقتي في هذا التوقيت يعني مش عايز أعلق على أي سلبية بحقيقة. تمام. يعني طبعا في حاجات بتبقى بتنص، لكن اللي بان من معرفة الشعب المصري في التصدي ما حدث في معهد الأوراق شيء رائع، شيء جميل، شيء لابد ان احنا نثبته دلوقتي. نحاول ان احنا نبقى عليه، لان انا كتبت من زمان يا جماعه معهد الاورام يحتاج كل قرش للمصريين، كل تبرع. فارجوكم اتبرعوا في المكان الصح. يعني مصر في ناس بتتبرع وفي اهل خير كتير وفي رجال اعمال شرفاء وكل حاجة. تمام. انا بشكرك على موضوع التكاتف ده يا فندم، لانه فعلا جه في وقته، لانه الناس عماله تلوم اللي بينادي بالتبرعات وتقول لك ده مسؤوليه الدوله وحدها. فحضرتك هنا القيت الضوء على جزئيه مهمه، التكاتف. احنا يعني نبص لجامعات امريكا واوروبا وكل الكلام ده يا جماعه، المجتمع المدني هو اللي بيشيل. وبعدين احنا لو مشينا على الساحل الشمالي تلاقي في الى 50 و70 و90 مليون، يعني في فلوس. وفي غير كده في تبرعات بتتم لجهات الحقيقه احنا بنديها من غير ما نعرف الفلوس دي رايحه فين، الفلوس دي هتفيد مرضى ولا لا، وساعات بنديها تحت شعارات دينيه. لكن معهد الاورام بيحتاج كل قرش. احنا عايزين دلوقتي نتبرع لمستشفيات، لمدارس. الناس ممكن تصلي في اي حته، الارض واسعه، لكن مش ممكن تتعالج الا في مدرسه فيها معايير، مدرسه محترمه. تمام. انا بشكرك. احنا عايزين نصرف الفلوس في الحاجه اللي المفروض تتصرف. تمام. في مكانها السليم. في معهد الأورام.
تمام. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور خالد منتصر مفكر الكبير والشهير. وطبعا الجزية اللي أثرها في الختام منتهى الأهمية، التكاتف ثم التكاتف ثم التكاتف، الحياة يعني اللي بيلقي كل حاجة على الدولة. الدولة دلوقتي يا جماعة فعلا محتاجة أن احنا نساعدها، حتى لو ما كانش في صورة الدولة نفسها كمؤسسات. مجرد استمرارية العلاج لناس زينا أفقرهم المرض، دي في حد ذاتها مسؤولية اجتماعية فعلا بتخصني. ما أقدرش أنا أمشي بصحتي وأمشي باقتداري المالي وأغض البصر على إنسان فقير صحيا وفقير ماديا وشاور بس بالصباع على الدولة دايما ثم الدولة ثم الدولة. لا، إحنا كمان لينا دور. دي من جهة. من جهة أخرى أشكر كمان دكتور خالد منتصر على جزئية بس موضوع معهد الأورام، لأن يمكن يوم الاثنين اللي فات لما كنت مع حضراتكم اتكلمت عن الصور، وقلت تحديدا لو الصور دي حقيقية مش متفبركة فلنا هنا وقفة وألف وقفة. فأشكر الله أنه فعلا صحيح بعض الصور مجاه حقيقية، لكن الصورة تحديدا اللي هزت وجداننا جميعا كانت من خارج مصر، ما كانتش من مصر، كانت من سوريا. طبعا كل الدعم والتعاون مع الشعب السوري، لكن ما كانتش بالبشاعة دي في معهد الأورام. وإن كانت طبعا بقية الصور محزنة ومجاعة ومؤسفة للغاية، الواحد ما بينكرش، لكن ما كانتش بنفس درجة البشاعة اللي أثرها البعض وتعمد أنه هو ينشر الصور دي على الفيسبوك علشان يثير حفظتنا. خلينا نرجع لخبرنا اللي كنا بنتكلم فيه قبل ما نستقبل على الهاتف دكتور خالد منتصر، والخبر خاص بالتدخل السافر والكاذب في كثير من الأحيان لعدد من منظمات الحقوقية حول العالم. ومن هنا بنسأل، ويمكن تحديدا هنوجه التساؤل لمنظمتين بعينهم، منظمة العفو الدولية ومنظمة Human Rights Watch. انتم فين؟ انتم فين بعد حادث معهد الأورام؟ معنا تقرير مفصل عن هذا التساؤل، نشوفه مع حضراتكم. في النور الحقيقة البان. عقب الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل منذ أيام، تعمدت المنظمات الحقوقية الدولية الصمت وتجاهلت الجريمة التي ارتكبتها جماعة الإخوان ضد المصريين بعد تورط حركة حسم في الحادث، بما يؤكد أن مهمة هذه المنظمات الدولية الحقوقية ومنها Human Rights Watch والعفو الدولية الدفاع عن الإرهاب وليس التصدي له، فيما أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة موجهة ضد الشعب المصري بأكمله. وأعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الخسيس الذي وقع في محيط شارع القصر العيني، والذي أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 47 آخرين. وجدد فايق إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه، مضيفا في بيان للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحادث يشكل أفدح الجرائم التي تنتهك حقا أساسيا من أسمى حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، وتستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار. وفي تقرير صحفي رصد تجاهل منظمات دولية تورط الإخوان في هذا العمل الإرهابي، أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن صمت المنظمات الحقوقية الدولية وعدم إدانة هذه العملية الإرهابية هو أمر تم التعود عليه في آخر 5 سنوات، بعدما ثبت أن هناك بعض المنظمات الحقوقية الدولية تفتقد للمصداقية والحيادية وتحول الخلاف الحقوقي بينها وبين الدولة المصرية إلى خلاف شخصي يفتقد تماما إلى معايير وضوابط وعرف العمل الحقوقي، وهو ما أكد عليه عدد كبير من الدول أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان. كما أوضحت داليا زيادة خلال تحقيق صحفي وهي مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن كثيرا من المنظمات الحقوقية الدولية نشروا بيان حركة حسم الإخوانية التي تنفي فيه علاقتها بالحادث، وكأنهم يبيضون وجه هذه الجماعة الإرهابية، رغم صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية يقر بتورط حركة حسم في تفجير معهد الأورام. في النور الحقيقة البان.
أما فيما يخص مبادرة حياة كريمة واللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيشارك فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبتستهدف القرى الأكثر فقرا على مراحل عدة، ممكن الفقر بداية في المرحلة الأولى من 70% فيما فوق، مرحلة تانية من 50% فيما فوق، وهدفنا أن احنا ندخل القرى دي عشان نحولها من العوز من الاحتياج للإنتاج والاكتفاء. طبعا بنقدم مجموعة كبيرة من التدخلات، مش بس بيت وسقف ومية وصرف صحي، احنا بنقدم فرص عمل، بنقدم كمان مشاريع، بنقدم كمان تعليم، مدارس، بنقدم علاج صحي يليق بالبشر القاطنين في هذه الأماكن والقرى الأكثر فقرا. طبعا احنا كنا قدمنا مع حضراتكم مجموعة من الفقرات عن هذا الموضوع، وإن شاء الله في الأيام القادمة هنقدم لحضراتكم تقارير مفصلة عما تم إنجازه. أما فيما يخص مجلس الطفولة والأمومة، فالشعب المصري بشكل عام وبشكل خاص الأطفال والمرأة مش بس الأمهات منتظرين قانون يخص هذا المجلس. بالفعل القانون ده احنا في انتظار الاستعدادات الخاصة بمجلس النواب لإقراره في دور الانعقاد الأخير، وهنعرف مع حضراتكم في هذا الفيلر مجموعة من المعلومات اللي بتهم الطفل والمرأة في غضون هذا القانون. نشوف مع حضراتكم. في النور الحقيقة تبان. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر هنأ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى، كل سنة وحضراتكم طيبين مرة أخرى، وأعلن بالمناسبة دي الأجازة مدفوعة الأجر لكل من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك من يوم السبت القادم 10 أغسطس 2019 للأربعاء 14 أغسطس 2019. 2019 مرة أخرى على حسن نكون قلت رقم تاني. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنكتفي مع حضراتكم بهذا القدر من الأخبار. بعد الفاصل مباشرة إن شاء الله هنتابع مع حضراتكم الحوار فيما يخص الحذف لغير المستحقين من بطاقات التموين، والفقرة الختامية عن تاريخ قناة السويس، وبيساعدنا في الفقرتين إن احنا نستقبل كافة استفسارات حضراتكم. فاصل إعلاني ونبدأ أولى حواراتنا.